طبيب وعالم آثار فرنسي تخصص في تحليل وتشريح جثث فراعنة مصر، فخلص إلى نتيجة مثيرة للجدل. أعلن على إثرها إسلامه، معتبرا أن ما ورد بالقرآن الكريم عن فرعون موسى هو صحيح ومؤكد بالدليل العلمي. فانطبقت على هذا الفرنسي الآية الكريمة التي خاطب بها الله تعالى فرعون وقال له: بسم الله الرحمن الرحيم، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. صدق الله العظيم. ولد موريس بوكاي عام 1920 في فرنسا لأسرة كاثوليكية محافظة. أنهى دراسته الثانوية في المدارس الكاثوليكية الفرنسية، وعرف عنه شكه الدائم في أعمار البشر المذكورة بالكتب السماوية وما يقابلها في الأحافير الجيولوجية. انضم لكلية الطب في باريس إبان الحرب العالمية الثانية، تخصص بالأمراض الباطنية وتفوق بها وامتهن تدريس الطب بالجامعة. وفي بداية الخمسينيات التحق بالجمعية الفرنسية للمصريات ودرس الهيروغليفية، قرأ القرآن الكريم بنسخته المترجمة واطلع على ما فيه من أخبار عن مصر القديمة. قاده الشغف لدراسة اللغة العربية وإتقانها في معهد السربون عام 1972. اعتبر بوكاي أن فرعون موسى الوارد ذكره بالقرآن هو لغز تاريخي يجب حله. استطاع الطبيب الفرنسي أن يكون طبيبا لأفراد من عائلة الرئيس المصري السادات، لذلك سافر إلى مصر واقترح على الرئيس المصري مشروع تحديد هوية فرعون موسى، وطلب دراسة مومياء رمسيس الثاني وابنه مرنتباح، الأمر الذي لاقى موافقة السادات. منحت الحكومة المصرية لأول مرة بالتاريخ جواز سفر صالح للملك المحمد. نقلت مومياء رمسيس الثاني للدراسة بمتحف الأنثروبولوجيا في باريس، وبعد تشريحها اكتشف دكتور بوكاي وجود كمية كبيرة من الملح بالجثة، ما يرجح أن الملك مات غرقا كما ورد بالقرآن الكريم منذ أكثر من 1400 عام. أعلن بوكاي إسلامه وانتقل للسعودية وعمل طبيبا خاصا للملك الراحل فيصل. كتب بوكاي كتابا هو الأهم بمسيرته، ربط فيه بين العلم والإيمان. ترجم الكتاب لأكثر من 17 لغة وأثار جدلا علميا ودينيا واسعا بالعالم. خلفه علماء غربيون معتبرون ووصفوا كتابه بغير العلمي ولا منطقي. شاركنا برأيك، أتعتقد أن ربط الدين بالنظريات العلمية أمر منطقي؟ إيكو عربي.